سلام حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن احوالكم. كيما راكم تشوفوا هاد الوصفه تاع التدبيره تاع فطور ولا عشاء، الشيفلور ولا البروكولو اللي راح اديره معنا ام بلال بوصفه مختلفه تماما على الوصفات العاديه اللي مالفين نديروهم. راح ادير معنا هاد الرولي تاع الشوفلور اللي غلت الشوفلور ديالها، دارت كوبه واحده تاع رطل تاع 500 غرام حتى 700 غرام، قشرتها ودارت لها شويه ملح وشويه خل باش ما تطلقش هذيك الريحه تاعها القاسعه. غلتها مليح، واللي تحب تفورها ماشي مشكل، تقدري تفوريها. هنا حبيباتي عاودت كرازاتها كامل، طلبزيها بيان، ديريها في غيسيبيون ولا في كاش ليانه صغيره، ودارت لها البيض 5 حبات تاع بيض. وانتيا على حينك ميزانك، الا شفتي هنا شف بزاف زيدي الحبه السادسه. راح تشوفوا كيفاش راح تخليه جاري، تخليه سائل بالبيض. هذه الحبه الرابعه وهذه الحبه الخامسه، وراهي دارت وتشوف بالك تزيدها بالك ما تزيدهاش، مي فينالمون هي دارت غير 5 حبات تاع بيض، وكان القوام تاعو مليح كيما كو تشوفوا. دارت نص ربيطه تاع معدنوس وزوج مغارف تاع شا تاع شابلور باش يشد روحو شويه، ونص خميره الحلويات تاع 10 غرام، يعني دارت 5 غرام تاع خميره الحلويات. والملح هي كي غلات ودارت الملح، بصح كي تغليه راح يروح الملح مع الماء ويقعد صامت، لازم تزيدي تملحيه عينك ميزانك كل واحد شحال يحب. ودارت له قيس نقولوا 3 حبات تاع سنينات توم، 3 سنينات تاع توم هي عندها مرحيه. هنا دارت الفلفل الكحل، ضروري التوم، ما تنساوش التوم في هذا الخليط يعطي نكهه بنينه. ودارت شويه تاع زعفران ولا كركم واش عندك. وراح ادير قيس ملعقه صغيره تاع سكنجبير. سكنجبير والزعفران من الافضل نديروهم في تقريبا كاع تلك الوصفات، لانهم فيهم فيتامينات مغذيه وفيهم فيتامينات يحمينا من الامراض الخطيره. ربي يعافينا ويعافيكم. هنا حبيبتي تخلط كاع تلك الخليط تاعها كيما راكم تشوفوا، خلطتهم مليح. نخلطوا كامل المقادير مع بعضهم ونجيبوا بلاطو كيما راكم تشوفوا، ما يكونش بزاف كبير، نقولوا 30 سنتيمتر على 25 سنتيمتر الطول والعرض، ونديروا له بابي اكويسون يعني ورق الطهي، ونديرو فوق ورق الطهي باسكو كاين من داك وين نشريوه ورق الطهي ما يجيش هذاك المليح، يجي رهيف بزاف ومن بعد يلصق لنا. ام بلال دارت له شويه تاع الزيت، وراح تفتحوا على سطح الورق، سطح البلاطو تاعها بهذه الطريقه. شوفوا واللي سي هذه الوصفه لازم يشوف الفيديو بتنعم مليح مليح باش تقدري تعاودي الوصفه وتنجح لك بإذن الله. هكذا وسويوه مليح فوق السطح، ما ديروش جهة عالية وجهة هابطة، راح يجي شامت بيان سور. اكو تعرفوا ما كاش كيما لا فينيسيون في اي خدمة ديروها، لازم تفينيو مليح. هنا راهي فتحتو كامل على سطح البلاطو تاعها بهذه الطريقة. يتسقمو كامل، وهذه اسما ماشي حتى نوريوها لكم، اكو تعرفوا كيفاش لازم يكون متساوي ويكون السمك تاعو في درجه واحده. وندخلوه للفور على مده على حراره 180 درجه يطيب مليح. ومن بعد اهم حاجه في هذه الوصفه كي تجبدوه تخليوه من ربع ساعه نص ساعه حتى تلقاوه برد تماما. لازم
هذا الشوفلور لازم يبرد، لو كان ما يكونش بارد راح يفسد لكم، ما يقدرش يتلوى، لازم يبرد مليح. نحاته من البلاطو، حطته فوق سطح العمل تاعها، ودارت له الفرماج كيما كتشوفوا. وانتوما ما تتقيدوش بهذا الفرماج، واش عندك في الدار ديري، واش لقيتي فرماج ديري، يكون فرماج للطلي، يكون ساهل باش يتفتح لك بسهوله. تحبي حتى تاع الميزان، تحبي تاع هذوك لي باغ، تحبي هادو المثلث، كيما حبيتي. الفرماج ما تتقيديش به، والكو اللي تستبنيه انت وتلقايه مليح. هنا حبيبتي طلعت كاع السطح تاع هذاك الشوفلور، ودارت لو دان داشي بالبصل في المقله. وانتي لا عندك فيون داشي، ولا كيما ديري الخليط تاع البوراك، ولا كان شريتي دجاج محمر وقعد لك الصدر تاعو تقدري تفتيه وتحطيه لداخل. المهم الحشو نخليه لكم اختياري، مي بصح بهذا الحشو جا بزاف بنين اللي دارته ام بلال، ما جاش مكلف. لو كان تشري غير 10000 ولا 15000 تاع لو دان داشي راح يخرج لك كميه معقوله، وراح تطيبي به يعني مام لضيافك ما راحش تحشمي به، باسكو حاجه بريزونطابل بزاف. هنا بعد ما دارت فوق السطح تاع هذاك الشوفلور، راح دير لو بودان تاعها وتلوي بالبابي اكويسون، وتزير مليح، لازم تزبطي مليح باش الحشو ما يخرج الناش، ويجي لو بودان تاعنا واقف، ما يجيش هذاك مرخوف. ولا اكو تشوفوا شغل يدير في البسكوي غولي، وهاد الطريقه نعرفوها كامل نورمالمون، سورتو بالبابي اكويسون راح تسهل عليك العمليه. هكذا وهكذا راهي دارت كاع البودات تاعها، كملتو. هكذا حبيباتي، ومن بعد راح ادير له الفرماج من الفوق. دارت له هنا لو فرماج روج باش تعاود تحمر التحميره الاخرى، عاودت رجعته في البلاطو تاعها بعد ما لواتو، باسكو في البلاطو راح يجينيها، ما تقدرش دير له هاد التلويه. الو حطته في بلون دو ترافاي تاعها، ومن بعد هذيك راح دير لها الفرماج غابي من الفوق. ديرو شيدر، ديرو غريير، ديرو فرماج روج، ديرو واش حبيتو. الكودا اللي لقيتيه يدوب في الفوق ويعطي لك التحميره الشابه، ديريها ها هي كيما تشوفوا. واللي ما عندوش الفرامد يقدر حتى يدير له شويه تاع المايونيز من الفوق ويجي باهي. هنا هذيك لاصوص طيبتها بالداند، شرائح تاع الداند درتها بلاصوص شويه روج، وهاوليك باسكو هما ما يحبوش ياكلوا حاجه ناشفه. واللي تحب تحط تقدمها مع لا سالاد، تقدميها باي صوص بشاميل، اي صوص ديريها راح تجي بنينه. نقول لكم حبيبتي ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، وشهيناكم في الجنه حبيبتي الغاليات. ونقول لكم ما تنسوناش بالتدعيمات يا احلى مشتركات، ونقول لكم في امان الله، سلام.